يزخر الموروث الشعبي الأصيل لأبناء حضرموت بالكثير من العادات والتقاليد التي أرساها الأجداد وتوارثها من بعدهم الأحفاد جيلا بعد آخر، ومنها ما يعرف بعيد الصغيرين أو ما يسمى محليا بيوم الشربة، الذي يحتفل به في الثلث الأول من شهر ذي الحجة من كل عام، حيث تحرص الأسر في بعض مناطق وادي حضرموت على أخذ أطفالها وهم في أجمل ملابسهم وزينتهم والتوجه بهم إلى الساحات المخصصة للاحتفال، والتي يتم فيها طباخة وجبة الشربة المكونة من القمح واللحم. عدنا هذه الاحتفالية في عيد الصغيرين في جبام كأحياء التراث سابق، العادات التي انقرضت داخل هذه المدينة، وإن شاء الله بقدرة لأن نقدر نعيد هذه العادات في هذه المدينة المباركة. التقليد السنوي الذي بات عادة تتوارث على امتداد السنين بهدف إسعاد الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، يتسابق التجار وأهل الخير لتوفير متطلباته، فيما يقوم أحد الصالحين أثناء طباخة الشربة بتلاوة آيات من القرآن الكريم وبعض الأذكار والتضرع إلى الله بأن يمن بفضله على المدينة وأهلها. هذه السنوية تقريبا نسويها لل منطقة الشبام العيد الصغيرين هذه ما شاء الله، وكل عادة يعني ما شاء الله، ويوم حقهم الأواني هذه ويسكبونا فيها، نخليها حوالي 4 ساعات 5 ساعات ونوزعها عليهم. وليست هذه الوجبة اللذيذة هي وحدها ما يتم تقديمه لهؤلاء الأطفال، بل والحلويات التي يعشقونها والاستمتاع بعروض الرقصات الشعبية ما يزيد بهجتهم في عيدهم الخاص. وبحسب بعض المراجع فإن فكرة هذه العادة ظهرت بعد أن كانت هذه الوجبة الشهية والمفيدة توزع قديما على السكان بعد أن أصابت المجاعة مدن حضرموت مطلع 40ميات القرن الماضي، يتحول الأمر بعدها إلى تقليد سنوي لتذكير الأجيال بنعم الله عليها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس شبام حضرموت.